اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خليني ارحب بضيوفنا في هذه الفقره، كريم سعيد واحمد سيب. ازيك يا كريم؟ ازيك يا بتسلم؟ شايفك بتضحك ومبتسم مبسوط جدا. كويس، انا بحب التفاؤل وروح التفاؤل. ازيك يا ابو حميد؟ الحمد لله. احمد بقى على طول مبسوط، فدي اهم حاجه بالنسبه لي. انتوا الاثنين مبسوطين. قبل بس ما نتكلم، زي ما قلت لحضراتكم امبارح، ثابت كلمني وسعيد وكريم، كلمنا مع فايز مع ويس مع كل المجموعه ان احنا هنعمل والله بالليل هاشتاج اسمه الثالثه على التوالي. الثالثه على التوالي ونمنا، مالناش دعوه. صحينا حطينا هاشتاج الثالثه على التوالي، لقينا ثالثه على التوالي للتاريخ. طالما جمهور النادي الاهلي اللي عمل كده يبقى احنا مبسوطين وفرحانين، ما عندناش اي مشكله خالص في هذا الامر. وبالتالي خلينا نشوف بعض التفاعل اللي حصل على هاشتاج الثالثه على التوالي. ان شاء الله ان شاء الله استطيع النادي الاهلي ان يفوز في هذه البطوله. مصطفى كرم، مصطفى كرم بيقول حارب على البطوله بروح الابطال، العب برجوله، موت على الكوره، افريقيا للكبار وانت الاسطوره. دعم كل الدعم يا اهلي، ان شاء الله ترجع بالف سلامه منصورين وفرحانين وجايبين الكاس معاكم من قلب كازابلانكا، من قلب المغرب. قدها يا اهلي، قدها. دي صوره دي ام نور طبعا. ام نور واحده من كبار محبي النادي الاهلي. ام نور، ام نور الدين مصطفى، يعني كلنا كاهلاويه عارفينها كويس. طبعا يعني واحده بتموت في النادي الاهلي وبتعشق النادي الاهلي. محمد هاشم بيقول اللعب برجوله، موت على البطوله، افريقيا للكبار وانت يا اهلي اسطوره. الصوره دي وانا بحتفل بالعشر، ان شاء الله هنحتفل او هحتفل بال11 يا رب ان شاء الله. جمهوركم واثق فيكم، هو ده الكلام، هو ده اللي احنا عايزينه، هو ده اللي احنا بنتمناه خلال الفتره القادمه. الحادي عشر يا ابطال ان شاء الله رجاله، وهتيجوا من المغرب بالبطوله الغاليه دي بامر ربنا. ده محمد المكاوي. يلا يا اهلي ثالثه على التوالي. ده علي زعتر كرم او كرم عامل النسر، حلوه برضه. ابو فاطمه بيقول ان شاء الله الحادي عشر بتوقيت الاهلي والثالثه على التوالي يا رب ان شاء الله، ربنا يستجيب لينا يا رب جميعا. عبد الله حسان حلمي بيقول واثقين فيكم ان شاء الله الثالثه على التوالي. في هاشتاج تاني اسمه الثالثه على التوالي للتاريخ عشان برضه نبقى. مصطفى محمود بيقول الثالثه على التوالي، كل الدعم لفريقنا. اخر حاجه احمد، عندنا كتير طبعا ولكن دي اخر حاجه دلوقتي. لنصنع ملحمه نتباهى بها حتى الموت، حلوه دي يا ميدو، ده احمد ميدو. لنصنع ملحمه نتباهى بها حتى الموت، ان شاء الله تبقى جميله يا رب. وما يعني مش عايز افتكر كل شويه 2007 واللي حصل في 2007 يعني. يلا الحمد لله. خليني ابدا معاك يا كريم. وانا قلت ان انا مش هتكلم فيما سبق من ظلم تحكيمي بين وواضح ضد النادي الاهلي خلال الفتره السابقه، لكن اخد منك برضو تعليق ولو سريع فيما حدث خلال الاسبوع اللي فات. ماتشين حصل فيهم حاجات كثيره جدا. طبعا يا كابتن اسلام، اعتقد احنا واصلين كله يعني النهارده كل الجماهير عندها، مش اهلي بس عشان الناس مش احنا نقول ده عشان احنا فقط النادي الاهلي، معظم انديه الدوري عندها تحفظات على اداء الحكام خلال الموسم ده. وحتى واحنا قبل ما نطلع على الهواء يعني في بعض الحالات في مباراه نادي الزمالك في نادي اسوان في سيمي فاينل كاس مصر. وبالتالي الوضع بشكل عام احنا بنقول ان في ضعف والكل متاثر. وتاني والله الموضوع مش شخصي مع الكابتن عصام فتاح، ان هو برده ما زال يعتقد ان الاعلام يتربص بالكابتن عصام فتاح. لا، احنا مش بنتربص بحد. اعتقد كابتن عصام فتاح وصلنا النهارده لدرجة سيئة في تناول الحكام للمباريات، والجميع كل واحد بيشعر بالظلم. ما زلت أنا بكررها هو عشان تبقى للتاريخ زي الهاشتاج كده للتاريخ. أنا قلتها في البرنامج هنا من أكثر من أعتقد سنة، لن ينصلح حال التحكيم في مصر أهو، لن ينصلح حال تحكيم في مصر إلا لما رابطة الأندية واتحاد الكورة ياخدوا قرار بتعيين رئيس لجنة حكام أجنبي بعقد 5 سنوات. ايه التارجت من العقد ده؟ يعد كوادر جديده للجنه، وبعد 5 سنين يبدا يسلم هذا الامر وتبقى الدنيا تمام والدنيا لطيفه والدنيا ظريفه. انما اللي احنا بكل امانه اللي احنا دلوقتي عمالين نلف في نفس الدايره بنقول نفس الكلام
والكابتن حسام عبد الفتاح بيرد بنفس الردود. والله العظيم احنا ما مشيناش خطوه واحده زياده عن الموسم اللي خطوه واحده بس. فتاني انا بقول عشان نوفر الوقت ونوفر الجهد ونوفر التعب، واكيد في ناس عندها سكر وناس عندها كوليسترول والناس تعبانه برضو والصيف داخل والجو حر، يا جماعه بكل بساطه نعمل زي ما اشقائنا في السعوديه عملوا، قالوا يا جماعه احنا في الشغلانه دي مش عارفين نعملها، نجيب حد من بره يعلمنا. بس انا قلت للكابتن عصام جمله، قلت له يا كابتن عصام، كابتن عصام عبد الفتاح من فضلك حافظ على التاريخ عصام عبد الفتاح. صح والله، والله انت قلت له نصيحه اخويه، بس والله العظيم اقسم بالله انا بحب هذا الرجل على فكره. صح والله بحب هذا الرجل. صح والله انا بتكلم، وكان حكم ممتاز جدا. كان يعني لان انا عاشرته فانا عارف حكم رائع، لكن في نفس الوقت اتمنى ان كابتن عصام يقلل ده. ده بيقولوا لي دلوقتي كمان كل يوم تصريح، يعني النهارده في تصريح. لا انا هقول حاجه بس زياده قبل السبب ما يتكلم، ربما الكابتن عصام فتاح كان حكم ممتاز جدا جدا جدا. تمام طبعا بكل امانه يا كابتن عصام، بقول لك هو انا وش للكاميرا اهو، بجد انت ادرجي مش ناجح كل امانه، ربما تكون رغبتك في كلامك الكتير انك تدافع عن الحكام وتقول لهم انا حائط صد ليكم ضد اي حد بيهاجمكم، بس والله 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 كثرة التصريحات يوميا وتعقيبك على الحالات حاله حاله، والله سواء اهلي او غير اهلي طبعا طبعا كل الانديه اضر بحكامك، والله والله اضر بيهم اكتر من فتره. ثابت اعرف رايك برضو، الدنيا فلتت من كابتن عصام عبد الفتاح، الدنيا فلتانه منه خالص، تصريحاته الكتير ديت مفيش حد كل يوم يطلع يعمل تصريحات كده وبيستعمى الناس، يعني بيستعمى في كل الحالات، انت الناس مش شايفه مثلا، وكل الناس شايفه والخبراء التحكيمين بيتكلم، وكمان يعني بصراحه يعني عدم وجود حكم مصري في كاس العالم اكيد المسؤول عنه لجنه التحكيم. لا كابتن عصام رد وقال لك ان كل اربع يعني كل اربع خمس دورات مصر بيروح لها بتروح كاس العالم مره. لا يعني ده بيقعد يرد برده ردود غير واقعيه للامانه. انا متفق جدا مع كريم ان لازم لجنه تحكيم اجنبيه، مش شرط حكم اوروبي، ممكن تجيب حكم اسيوي، ممكن في محاضرين دوليين اسيويين كويسين جدا. وكابتن عصام محاضر دولي بالمناسبه. لا محاضر عن محاضر، يعني في محاضر اللي هو بيبقى فوق اللي بيدي الحكام المصريين، يعني لقب المحاضر اللي هو الاسيوي، يعني زي المحاضر الاسيوي اللي علق على كره النادي الاهلي والبنك الاهلي، ده محاضر معترف يعني مسجل يعني. لكن انا شايف بصراحه ان الدنيا فلتانه منه خالص، بيطلع يشوف الكوره يعني اي لعبه بيتكلم عليها بيستعمى الناس، يعني لعبه تبقى ضربه جزاء واضحه يقول لك مش ده، طب ما تطلع ما تتكلمش، يعني انت لو سكت حتى ليه لازم تعلق وتستعمى الناس وتقول لهم ان هي ضربه جزاء؟ انت بتستفز الناس، ليه بتستفز الناس؟ طب ما هقول رايي يا احمد، هقول لك رايي هقول لك دي وجهه نظر، الكوره واضحه للاعمى يعني. لا ليك انت لا ما تاني القرارات التحكيميه، القرارات التحكيميه وجهات نظر. هقول لك مثلا الكوره مثلا النهارده مثلا بتاعت عواد، يعني النهارده نادي اسوان انا شفت له ثلاث ضربات ترجيح، في واحده ما اتحسبتش بتاعت عواد، انا بكل امان مش شايفها ركله جزاء بكل امان، بس النقطه بقى هنا يا كابتن اسلام فعلا الحقيقيه ما فيهاش وجهه نظر، ان الكابتن عصام عبد الفتاح مدين بالاعتذار للوسط الرياضي كله، وما يقدرش يجادلني في النقطه دي، مدين بالاعتذار للوسط الرياضي كله. ليه؟ لانه طلع على الهواء وقال معلومه تحكيميه خاطئه، اللي هي في الكوره بتاعت روح البروتوكول، الكوره بهدف الاهلي في البنك الاهلي، القانون نص بيقول ما ينفعش الفار يرجع لتنفيذ الفاولات او رميات التماس. تاني يوم حصلت في ماتش استون فيلا، وبيقول لك دي حاجه ودي حاجه ودي لا والله حاجة. ابدا ده نص قانون، ده ما فيهاش وجهات نظر. والله لو وجهات نظر انا اقول لك وجهات نظر اوكي، ورايك ورايي، انما الكابتن عصام فتح لغايه النهارده ما اعتذرش على اللعيبه. الموسم الوحيد كمان يا كريم اللي سمعنا فيه ثلاث مصطلحات غراب جدا، ان الاول حاجه بدانا بالاحتواء. ما هو انا امبارح عملت روح الحلقه، اشمعنى انا؟ احنا هنعمل روح التحليل دلوقتي، انتوا هتعملوا روح التحليل. احنا بدانا بالاحتواء وبعدين ضربه جزاء 50-50 وبعدين روح البروتوكول. روح بروتوكول ايه؟ يعني ده قانون استئناف، والاستئناف في كره القدم مكتوب كده، يعني ده القانون بتاع الاستئناف. ليه اطلع يعني انت ممكن حتى نصيحه للكابتن عصام ما تطلعش تتكلم؟ هو كان عارف ليه؟ ايه؟ هو كان عارف ايه؟ كان عارف. لا ما كانش عارف. كان عارف ايه؟ لا ما كانش عارف. كان عارف طبعا. عارف لا ازاي مش عارف؟ لا عارف النص. لا والله ما كان عارف مش للدرجات. والله ده عذر اقبح. ما تقولش كده. والله ما كان عارف. لا ما تقولش وما تحلفش. ما تقولش كده. والله ما كان عارف. لا دي تبقى مصيبه. في جروبات ما بين الحكام بتبقى على الوسط. كل حكام العالم امين عمر وحكم الفار اقسم بالله ما كانوا عارفين.
لا يا كابتن والله كده يا كابتن ده عذر والله صعب قوي والله ما كان يعرف اقسم ايوه ده عذر ده ولا ده معناه ايه؟ اقول لك ليه؟ انا مش فاهم اللي انت بتقوله ده معناه ايه؟ تاني هو والله اقسم بالله ما كانوا يعرفوا احنا نقفل دلوقتي نص القانون احنا نقفل دلوقتي اقول لك الدنيا على كلام ايه؟ الدنيا على كلام لاعب البنك الاهلي اللي هو بيفتخر هو معاه مش فاكر اسمه صراحه في لاعب في البنك الاهلي بيفتخر ان هو راح وقال انا اللي خليت الحكم يلغي الهدف هو راح ضغط على الحكم وقال له روح بص على اللعبه اللعبه هو انت تقصد ان هو لو حافظ القانون مش هيروح اساسا بالظبط هو لو عارف انت. اصلا النص وعارف الموضوع لا من اساسه والله انا بحلف لك طيب. هديك مثلا هديك مثلا فاكر اسلام كان في كوره السنه قبل اللي فاتت لما كنا ما نعرفش موضوع هل دلوقتي لو مثلا ضربه ركنيه ضربه ركنيه ما هي مش ضربه ركنيه اصلا جت غلط واتنفذت وجت هدف ساعتها حصل لغط لغايه لما بدانا نتعلم ان يا جماعه لا لو اللعبه انتهت وبدات لعبه جديده استئناف استئناف ما ينفعش الفار يرجع صح صح احنا اللي بيحصل المشكله عندنا احنا بنتعلم القانون احنا دايما كده بنتعلم القانون من التجارب ما بنذاكرش احنا لغايه دلوقتي اهو عمالين نتعلم قوانين الفار من التجارب اللي بتحصل هسالك يا كابتن اسلام اتفضل لعبه هدف البنك الاهلي النادي الاهلي في البنك الاهلي لو اتكررت تاني في الدوري اي حكم هيعمل ايه هيحسب الجون لو حد قال له ارجع للفار يقول له لا خلاص ما ينفعش ليه لان لعبه هدف النادي الاهلي في البنك الاهلي تخيل تخيل ان هناك البعض بيحاول ان يشكك في كره الهدف بتاع علي معلول انا كره هدف علي معلول انا من الاول ما شكتش فيها يعني انا وانا بتفرج اتنطط الهدف الثاني كره سابقه اصلا ولا فيها ايوه لانه شك. لانه اي يعني وانا قاعد بتفرج احنا قاعدين بنتفرج فاحنا يعني لعبنا كوره شويه صح فانا نطيته وفرحت واتبسطت وبتاع وبعدين فوجئت قلت له فار فار ليه؟ بجد والله بجد انا بتكلم بجد فار ليه؟ فقال لي لانه حد كان معانا مجموعه كبيره يعني قال لك ما هو لانه بيقول انه اوفسايد على مين؟ ما الكوره مسابقه انا من اول حد ايوه الكوره سابقه واضحه يعني على الاقل بقطر الكوره ايوه على الاقل خلاص؟ فيعني مين فين عشان ايه ولا البعض بيحاول ان يشكك بعد ما لا يشجع النادي الاهلي يعني بيحاول ان هو يودي ان هو يشكك في النادي الاهلي بص يا عم هم بيكسبوا بالحكم يعني الجون كان صعب الجون كان جاي في توقيت صعب وصعب عليهم يا كابتن اسلام على كل الفرقه بتجيب جونين في واحده في الدقيقه 93 وواحده في الدقيقه 96 وخلاص كانوا هم على امل ان النادي يعني طب يعني اخد كره بس دي يعني الصدمه كانت صعبه يمكن انا شفتها واضحه طبعا يا كابتن اسلام الصدمه كانت صعبه والحمد لله ان الفوز ده جه في التوقيت ده أوكي. ده انا شايفه اهم فوز للنادي الاهلي في الموسم مظبوط فوز ليه؟ معنوي على الاقل فوز معنوي بيرجعك تاني للدوري ان انت ان شاء الله تتصدر الدوري قريب الحاجه الثانيه ان انت بتكسب قبل المباراه النهائيه بقى تديك دفعه معنويه للعيبه عايزين في الفتره دي بس مهم جدا لكل جمهور النادي الاهلي يا جماعه الفتره دي الدعم بس مش عايزين كلام لا على صفقات ولا حد مش عاجبه لعيب ولا حد مش عاجبه مدير فني ولا حد مش عاجبه مش وقته خالص الكلام ده اجله الكلام ده اسبوع بس الوقت ده محتاج دعم لازم الناس كلها وانا يعني النهارده جمهور النادي الاهلي بيعمل كده بيعمل على الهاشتاج الثالثه على التوالي فجمهور الاهلي واعي وفاهم الكلام ده كله لازم ان احنا ندعم الفرقه في الفتره دي دي حاجه مهمه جدا مرحله الدعم مفيش كلام على اي حاجه ما تسمعوش اي كلام لصفقات مش عارف اي حاجه ثانيه اي اخبار اي مش عارف مشاكل اي لا ولا نخلي بالنا من الكلام ده نقفل على الفرقه ونركز عشان ان شاء الله احنا قدامنا فرصه تاريخيه ان احنا ناخد الثالثه على التوالي لاول مره في التاريخ اول مره فريق في افريقيا هيبقى ياخدها وكمان بيتسو موسيماني مهم جدا ان احنا ندعمه الجهاز الفني بالكامل في الفتره دي موسيماني قدامه فرصه تاريخيه ان هو ياخد البطوله ثلاث مرات يعني يصنع التاريخ لنفسه ويصنع التاريخ لنادي الاهلي يبقى اول مدرب افريقي ياخد دوري ابطال افريقيا ثلاث مرات ورا بعض ودي حاجه مهمه جدا لازم عمليه الدوافع عند موسيماني وعند الجهاز الفني وعند اللعيبه ان انت يبقى عندك الحلم كمان موسيماني يا كابتن اسلام هيبقى حقق بطولتين اصعب من وجهه نظري اصعب بطولتين في النادي الاهلي يعني دخلوا النادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا بطوله القاضيه ممكن اللي هي قدام نادي الزمالك نهائي القرن وطوله قدام الظلم اللي حصل قدامنا السنه دي والنهائي يبقى في المغرب ويتحدد قبلها باسبوعين وفي محمد الخامس اعتقد ان البطولتين دول لو جابهم موسيماني هيبقى يعني ان شاء الله يدخل التاريخ وده اللي لازم نقوله في الفتره دي لازم موسيماني تجدد الدوافع اللعيبه بتاعتهم تجدد الدوافع الفتره دي لازم نقفل على الفرقه بشكل كويس جدا وده اللي بيعمله النادي الاهلي أيوة. ان شاء الله عشان نقدر
ناخد الثالثه على التوالي زي ما جمهور النادي الاهلي قال على الهاشتاج. طب نبدا عشان نبقى بنتكلم في سياق الموضوع، كفايه كلام عن الدوري المحلي واللي بيحصل في الدوري المحلي. خلينا ننتظر الاربع خمس ايام دول على رايك، ولا الاسبوع ده، ونشوف ايه اللي هيحصل، ونفضل احنا نساند وندافع ونقف في ظهر النادي الاهلي وجمهوره، وجمهور النادي الاهلي يقف ويساند ويدعم فريقه خلال الاربع خمس ايام اللي جايين زي ما احمد وكريم والكل الحقيقه بيقول. الفترة القادمة هي فترة الدعم فقط، دعم فقط. أي حد مش عاجبه أي حاجة ينتظر لما بعد النهائي إن شاء الله. بعد كده هنتكلم مع حضراتكم في كل شيء، ننتظر بعد النهائي ونشوف إيه اللي هيحصل بعد النهائي. هتقولوا لنا إيه النهاردة على الوداد؟ هنتكلم عن الوداد ده أكتر. خلينا نطلع فاصل، وبعد الفاصل كريم وثابت هيكلمونا عن الوداد. احنا رايحين نلعب الوداد، الوداد بيلعب ازاي؟ هنعرف بعد الفاصل. الاول انا بشكر حضراتكم على كل الكلام الرائع اللي حضراتكم بعتينه عشان دانيال جوردون، يعني هو راجل جميل جدا، واتمنى ان السيجمنت او الفقره تكون عجبت حضراتكم. دايما بنحاول نعرفكم على المديرين الفنيين اللي كانوا موجودين، هل هيكمل مش هيكمل، يعني ان شاء الله هنعرف بقى من مجلس إدارة النادي الأهلي عندما يتخذ قرارا خلال الفترة القادمة. خلينا نرجع للوداد مرة تانية، الوداد بيلعب إزاي؟ التشكيل اللي بيلعب بالوداد، تفصيصة الوداد، الوداد بيلعب ناحية الشمال إزاي؟ كل يوم هنمسك حتة كده نتكلم فيها. النهاردة ثابت وكريم هيشرحوا لنا كيف يلعب الوداد وتشكيل الوداد، ولكن نروح بقى للهاشتاج التاني بعد إذنكم، التالتة على التوالي للتاريخ جمهور النادي الاهلي الحقيقه، وده يعني ده اهم بالنسبه لينا. عمر حسان بيقول ده طبعا اسمه الثالثه على التوالي للتاريخ. كمان هيرس ليتس ايه؟ طيب ما خلوني اكمل. عبد الله حسان بيقول تشامب، يعني الابطال، ابطال ال 11 اللي بعده. رزق اسامه بيقول وي ار ويتنج فور يو to win the African Champion League. ده بيقول موسيماني ان احنا مستنيين عشان تكسب دوري ابطال افريقيا. يوسف الصحي ماشي بيقول ده ذا ثيرد ان رو ان شاء الله، يعني الثالثه في الطريق ان شاء الله. الثالثه على التوالي ان ينصركم الله فلا غالب لكم، الاهلي فوق الجميع. ده خالد الدسوقي. احمد بيقول ذا بيست كلاب ان ذا يونيفرس، احسن نادي في العالم. ده احمد. جلوري جلوري اهلي، يعني احمد باشا بيقول المكسب المكسب او الفوز الفوز يا اهلي. ذا ثيرد ان رو برضو، ده محمد احمد. الثالثة يعني في الطريق. رانيا 74 بتقول دو وي تراست يو اول ذا سبورت، يعني احنا بنثق فيك. مرعي بيقول فايت فور ذا 11th، حارب عشان البطولة ال 11. مين تاني معلش؟ عمر بيقول فايت فور اور جلوري فور اور دريم، حارب علشان حلمنا. توكا النجار بتقول ال 11 من اجل المجد وكتابه التاريخ، يا ابطال فرحتونا بالتسعه وفرحتونا بالعشره، وواثقين في انكم هتفرحونا بال 11 يوم 30 مش هزار، افريقيا يا ابطال. دي توكا النجار. دي كانت توكا يعني داخلين في برضه عدد كبيره ومهوله كالعاده الحقيقه لجمهور النادي الاهلي. اتفضل كريم او احمد بقى، يعني هنتكلم الاول، تقول لنا التشكيل الاول. تشكيل الوداد اول حاجه. طبعا الوداد كان كل سنه كنا بنلعبهم كانوا بيعانوا من عدم استقرار في المدير الفني، يمكن المره دي عندهم استقرار. وليد الركراكي مسكهم من اغسطس 2021، كان بيدرب الفتح الرباطي والدحيل القطري، مدرب كويس جدا. تعال نستعرض التشكيل، هم بيلعبوا دايما بطريقه الاربعه واحد اربعه واحد. اول حاجه طبعا في حراسه المرمى احمد رضا التجناوتي، وده عنده 26 سنه. الاثنين المساكين اشرف داري وامين فرحان، ده بنسبه 99% هيبقى تشكيل الوداد المغربي قدامنا. اشرف داري ده واحد من المدافعين الممتازين جدا في المغرب، ويعتبر اكتر لاعب في البطوله عامل تمريرات طوليه صحيحه.
اللي هو اشرف داري اللي هو المساك اللي ناحيه اليمين عامل 57 تمريره طوليه. المساك اللي على الشمال امين فرحان، وده انا بعتبره واحد من نقاط الضعف عندهم شويه، اشرف داري هو اللي شايله. نيجي للباك رايت ايوب العملود، والباك ليفت يحيى عطيه الله، وده باك ممتاز جدا هجوميا، اكتر باك بيعمل عرضيات صحيحه، اكتر لاعب صانع فرص في فرقه الوداد، صانع 11 فرصه وعنده 2 اسيست، ولكن هو على المستوى الدفاعي نقطه دفاعيه، اذا يعني عنده ثغره دفاعيه. اذا الجبهه اليسرى تلاحظ ان احنا اتكلمنا ان هي هنبدا نتكلم في الثغرات الدفاعيه عندهم. الجبهه اليمين عندهم قويه جدا، تحديدا اشرف داري اللي انا بشوف، طبعا هنتكلم على يحيى جبران اللي هو بيلعب قدامهم. يحيى جبران اكتر لاعب عامل تمريرات في فرقه الوداد، واشرف داري، اذا ده بياكد لك ان تحضير الهجمه دايما من عند اشرف داري ومن عند يحيى جبران. فلازم بيتسو موسيماني اعتقد ان هو هيكون بيفكر في الضغط، ممكن ان انا اضغط على الاثنين دول واسيب الكوره تروح لامين فرحان دايما. ليه؟ لان احنا بنشوف ان يحيى جبران دايما بينزل ما بين الاثنين المساكين في تحضير الهجمه عشان ينزل يستلم لتحت دايما. تمام، بينزل دايما يستلم لتحت عشان يحضر الهجمه. يحيى جبران واحد من اللعيبه اللي اتكلمنا عليهم اللي هو الممتازين جدا، اللي هو بيمثل الاربعه اللي هو قدام الاربعه المدافعين. نيجي للاثنين اللي قدامه، عندك جلال الداودي، وجلال الداودي ده رقم 15 متخصص الضربات الثابته، لعيب خبره عنده 33 سنه، او بديله رضا الجعدي. رضا الجعدي لعيب مهاري، لعيب حريف اللي هو رقم 19. ده او ده، ده يمكن اللي لسه ممكن يعني بنسبه 50-50، يا اما جلال الداودي يا اما رضا الجعدي. اما اللعيب الخطير جدا جدا واهم لعيب حاليا في الوداد وهو ايمن الحسوني. ايمن الحسوني واحد من اللعيبه الممتازه جدا اللي بتحب دايما بيكمل لقدام كصانع العاب، ولعيب ممتاز كورته حلوه، اكتر لاعب عامل مراوغات ناجحه، قوي جدا بدنيا، بيكمل جوه ال 18، بيصنع اسيستات، بيكمل وبيجيب اهداف. ناحيه اليمين المتالق واللي تابعته في ماتش امبارح بديع اوك اللي بدا يستعيد جزء كبير جدا من مستواه رقم 17. ناحيه الشمال واللي خلاص عدل التدريبات امبارح او اول امبارح في تدريبات نادي الوداد زهير المترجي رقم 7، لعيب كويس جدا وهيفرق معاهم، يبقى بديع اوك ناحيه اليمين وزهير المترجي ناحيه الشمال، وقدام جاي مابينزا المهاجم اللي هو من جمهوريه الكونغو اللي مسجل 3 اهداف. طبعا البديل بتاعه تسومو هو نفس البروفايل بتاع مابينزا، يعني الاثنين هم اتكلمنا اهم حاجه على تحضير الهجمه في اشرف داري ويحيى جبران. ايمن الحسوني بيكمل جوه، الارتكاز الثاني اللي جنب يحيى جبران هو اللي بيرجع، عشان كده بعض الناس ممكن تقول لك ده بيلعبوا 4-2-3-1، لا هو 4-1-4-1، بس الارتكاز المساند بيرجع يغطي مع يحيى جبران، وايمن الحسوني هو اللي بيكمل عشان الطريقه تتحول ل 4-4-4-2-3-1 من 4-1-4-1. قدامنا التشكيل على الشاشه اهو، عاملينه كمان جرافيك عشان الناس تحفظ معانا اسماء لعيبه الوداد. احمد رضا التجناوتي، اشرف داري وامين فرحان، ايوب العملود ويحيى عطيه الله اثنين ظاهرين، يحيى جبران، الاربعه اللي قدام جلال الداودي او رضا الجعدي، ايمن الحسوني على اليمين بديع اوك، وعلى الشمال زهير المترجي، وقدام جاي مابينزا المهاجم الخطير جدا. تعال ناكد الكلام ده ونشوف طريقه اللعب بتاعتهم. ادي طريقه اللعب بتاعت الوداد، الأربعة واحد أربعة واحد قدام بترو أتلتيكو. نبص ماتش الذهاب. ماتش الذهاب. بص صح، لأنه بيختلف. بس هم بيختلف في أسلوب الضغط، مش في طريقة اللعب. هم دايما ثابتين بالأربعة واحد أربعة واحد، دايما يحيى جبران أهو قدام الأربعة، وأدي أيمن الحسوني، وأدي جلال الداودي، وأدي بديع أوك ناحية اليمين. ده هيموت ده لعيب صغير كان بيلعب نتيجة الإصابات الموجودة، لكن طبعا هو اكيد هيبدا بالخبرات جلال الداودي او رضا الجعدي. ادي ال 4-1-4-1، قيس المسافه كده ما بين، عايزين نقيس المسافه ما بين الدفاع وما بين المهاجم، هتلاقي ان المسافه كومباكت، دايما هم مقفلين المساحات، عملوا جيم كبير جدا. بص المسافه ما بين اقرب لاعب واصغر، اول لاعب واخر لاعب، هتلاقيها في حوالي 25، حوالي يعني 29-28، بتتكلم مسافه صغيره جدا، الخطوط دايما متقاربه. بديع اوك بيرتد دفاعيا مع ايوب العملود، المترجي بمرتد دفاعيا مع يحيى عطيه الله، ما بينزا حتى راجع. هم بيستخدموا كريم سياسه الضغط في وسط الملعب. نعم. يعني كمل بقيه الصور، برضو في حالات ثانيه هتلاقيها 4-1-4-1. قبل بس ما نروح بقى للفكره دي يا كابتن اسلام، والحالات اللي ثابت جايبها معانا، هرجع تاني لطريقه اللعب والبورد اللي احنا كنا بنتكلم عليه. لو ممكن بس نمسح تاني التشكيل نرجع، معلش نرجع بقى نجيب الملعب.
فريق بترو اتلتيكو كان في الصوره اللي جابها ثابت كان مغلوب في ارض ابتسام 3-1، والوداد في ماتش انجولا اعتمد بشكل كبير على ان هو يعمل زون ديفنس ويلعب على المرتدات اللي فعلا بترو اتلتيكو. ساعتها كان الكسندر سانتوس المدير الفني لبترو اتلتيكو كان نازل فتح الجيم جدا وتكبد فعلا اخطاء كتيره من لعبه. ماتش العوده بالنسبه لي هو اللي كان مقياس، هو الموديل اللي تقدر تلعب بيه بالزبط. او هو ده الموديل اللي تقدر تاخده بالظبط، ونعرف كمان اللي أو حصل تنظر ليه يعني. ونعرف كمان ماتش الذهاب اللي حصل ده كان امر استثنائي ولا امر عادي. لو امر عادي يبقى كان لازم على الوداد انه يكرر حجم الهجمات اللي عملها على بترو اتلتيكو في انجولا، وكمان يبقى الشكل او النتيجه تكرار للفوز. بس هنا يا كريم الناس بتقول لك ان النتيجه في المباراه الاولى هي. هل هي لا تؤثر على الفريقين في المباراه الثانيه؟ لا، بس بترو اتلتيكو كان بيلعب بنفس الطريقه، بس في المره الثانيه كان اكثر تركيزا واكثر حرصا في الدفاع. ماتش المركب الخامس، الماتش العوده ما بين بترو اتلتيكو والوداد، هو كان بيتلعب في المركب الخامس. نعم ماشي. نزل الكسندر سانتوس بالاربعه 2 3-1، ولكن عمل تغييره بسيطه جدا. خلى الاثنين الوينجات بتوعه يستريتشوا اكتر على الخط عن مكان الفريق بيعمل في ماتش الذهاب. ثابت وهو لما جاب الصوره كان واضح جدا ان لعيبه الوداد مقربين جدا جدا من بعض وقافلين كل زوايا التمرير. ابسط حاجه في كتاب الكوره يقول لك عشان تبدا تكسر او تطلع مساحات ما بين فريق بيلعب باربعه في الخلف وكومباكت جدا، انك ايه تعمل استريتشنج للملعب، تمط الملعب لغايه الخطين بحيث تجبر الاثنين الفول باكس يحيى عطا الله وايوب علمود ان هم يبعدوا عن الاثنين المساكين. لو ممكن يا سيد بس ترسم لي الاربعه واحد بي مثلا بالاو بتاعت الوداد عشان برضو تبقى واضحه للساده المشاهدين كان الملعب عامل ازاي في ماتش العوده. وكويس جدا ان ثابت رسم فعلا الاربعه واحد، اربعه واحد معظمهم كانوا في نص ملعبهم ما بيضغطوش على فريق بترو اتلتيكو. اللي حصل ببساطه يا كابتن اسلام ان فرقه بترو اتلتيكو بدات تسترتش الملعب وبدات المساحات تتفرغ للبلاي ميكر ما بين الفول باك على اليمين والفول باك اللي على الشمال. وهدي هنا مثلا بسيط جدا، يحيى عطا الله في الشوط الاول خد انذار بسبب ايه؟ بسبب ان هو لقى نفسه وحيد جدا جدا في الكرات الثنائيه كتير. الشوط الثاني فيكتور جوميز طبعا كان هو الحكم، هو طبعا اللي هيحكم مباراه الفاينل واحنا مبسوطين جدا بفيكتور جوميز. غلط خطا فادح في ماتش الاياب قدام بترو اتلتيكو لما كان مفروض يحيى ياخد الانذار الثاني في كوره تعمد فيها واضحه جدا ان هو يلعب الكوره بايده، لكن دي كانت برده كوره ثنائيه واحد على واحد. كان عنده ازمه كبيره جدا، ايه هي؟ ان تم الفصل تماما ما بينه وبين المساك اللي جنبه، وتم الفصل كمان ما بينه وما بين الجناح اللي قدام. طيب سانتوس برده عامل ايه؟ لو الناس اتفرجت على الشوط الاول في ماتش العوده ما بين بترو اتلتيكو والوداد اعتمد انه ياخد اخطاء كتيره جدا حوالين منطقه جزاء نادي الوداد سواء من اليمين للشمال. لك ان تتخيل كابتن اسلام ان عدد الضربات الثابته اللي خدها فريق بترو اتلتيكو على مشارف منطقه نادي الوداد خلال ال 90 دقيقه 18 كره ثابته. Yeah. 18 كره ثابته خدها على مشارف منطقه الجزاء. وحتى الشوط الاول اخر كره في الدقيقه 47 بترو اتلتيكو كانت نتيجه 1-1، بترو اتلتيكو يجيب الكره دي جون كانت جوه ال 6 ياردات، يجيبها جون يخش الشوط الثاني وهو كسبان 2-1 ويبقى ناقص له هدف وحيد بس. وبالتالي انا شايف ان بترو اتلتيكو تعامل او سانتوس عمل مباراه ممتازه انه جر الوداد انه يلعب على الخط، وكان واضح كمان ان لياقته البدنيه عندها مشكله. وهنا برضو عايز اقول اسم مهم قوي قوي عامل ازمه عند الوداد وهو وليد الكارتي. وليد الكارتي منذ رحيله عن الفريق وانتقاله لنادي بيراميدز اكبر خط وسط نادي الوداد زي ما ثابت قال بيعتمد بشكل كبير قوي قوي على مركز 10، ويحيى جبران بقى مجبر ان هو يلعب مركز 6 كتير رغم ان هو لعيب يعني ربما بيلعب دور 8 اكتر من دور 6. وبالتالي خط وسط نادي الوداد في وجهه نظري قدام لعب كتير وجري كتير هيفقدوا الكثير من لياقتهم البدنيه. المهم ان احنا نحط الكوره في الملعب، يعني اللعب ما يرتاحش. بنتكلم مثلا زمن الهجمه
كل ما هنطوله انا في وجهه نظري رغم ان المباراه في ملعب الوداد، رغم ان المباراه وسط جماهير وداد، لياقه لعيبه الوداد ما بتستحملش طول زمن الهجمه. وهنا هجيب رقم برضو من يعني طول زمن الهجمه، معلش يعني نشرح دلوقتي. مثلا انا والكره معايا لازم ما اسرعش من انهاء الهجمه بتاعتي. دي مش مباراه اياب، دي مش مباراه اياب، دي مباراه فاينل، مباراه واحده. اوكي، فانا عايز العب المباراه كانها ماتش في خلاص خسران 1-0 كمان. لا انا بلعب الاستحواذ معايا وبطول زمن الهجمه بتاعتي. الكوره طول ما هي يا كابتن اسلام، خلي بالك، كوره كل ما هي في الملعب وكمان انا بتعمد ان انا اوديها للطرف للخط واروح مرجعها وطالع تاني بيها على الارض، وعامل في كل هجمه لا يقل من 20-30 تمريره. الامر ده لو النادي الاهلي فضل يلعب بيه كتير في الشوط الاول، نادي الوداد هيستنفذ كتير جدا 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 من لياقته البدنيه. وضعا في الاعتبار حاجه ان الوداد مطالب زينا ان هو يهاجم، لان انت اصلا مش محقق نتيجه ايجابيه في ماتش الذهاب زي ما عملت مع بيترو اتلتيكو في انجولا، فانت رايح مستريح ان بيترو اتلتيكو عايز 3 اهداف، انت كنت بتلعب وانت مرتاح. ما هو ده اللي انا بقولك عليه بالظبط. فهي الفكره حته ايه، كل العوامل دي لما بتتجمع مع بعض لعيبه الوداد بيبداوا ينسوا ويبداوا ما يركزوش. النجاح اللي هم عملوه في انجولا كان نجاح استثنائي، ما كانش نجاح معتاد. ليه؟ لان بيترو اتلتيكو كان هو اللي غلطان انه ما ركزش في الدفاع وفتح وهاجم بشكل زايد على اللزوم. فانا في وجهه نظري ماتش بيترو اتلتيكو، واكيد شديد المباراه اكيد مع الجهاز الفني ومع محللين الاداء، مهم قوي قوي ان احنا نبص على الاسترتش اللي اتعمل لبيترو اتلتيكو وفتحوا بيه خطوط فريق الوداد طوال ال 90 دقيقه. وكلنا بصراحه اللي اتفرجوا على الماتش اكدوا ان بيترو اتلتيكو كان هو الفريق الاحسن وكان هو يستحق الانتصار. تكمله لكلامك يا كريم، تعالى هوريك ميزه في وسط الملعب بتاع الوداد وضع ونقطه ضعف في فريق الوداد. تعال نشوف الميزه. هم دايما بيستخدموا وليد الركراكي، بيستخدم دايما اسلوب الضغط في وسط الملعب. اوكي، دايما بيضغط، بيعمل الكماشه في وسط الملعب، بيحاولوا يقطعوا الكره في وسط الملعب وبعدين يعملوا تحولات سريعه من الدفاع للهجوم. نعم، بص ادي هدف من بيترو اتلتيكو، هنا قطعها اللعيب في وسط الملعب اهو، ضغطوا عليه كلهم مرتد وعمل مرتده. اذا ده بيبين لك ميزه هنا، الضغط في وسط الملعب باكتر من لاعب، لانه بيعمل عنده 3 ارتكاز وعنده تحول بسرعه. هنا الكره دي جت هدف من يحيى جبران، بس بص العدد واحد، يعني حوالي 7 لعيبه، بتتكلم من 7 لعيبه. الكره كانت في وسط الملعب، الكره كانت، اذا ضغط في وسط الملعب ميزه. الضغط في وسط الملعب، اذا انت لازم يكون لعيبه وسط الملعب بتاعتك جاهزه وفت 100%، ولازم يكونوا في حالتهم، ولازم يكون في سرعه. صحيح، سرعه في نقل اللعبه واستحواذ. ليه؟ ادي هدف ثاني يا كريم اهو. نعم، ادي الضغط فين؟ في وسط الملعب من 2 لعيبه. صحيح، والكوره بتتحول من الدفاع للهجوم بسرعه. هتلاقي 2 لعيبه راحوا عملوا 1 2 اللي هو زهير المترجي ومابينزا، عملوا ال 1 2 ما بينهم وجابوها جول. اذا لو انت في وسط الملعب ما ركزتش، سواء ديانج سواء السوليه سواء اي اسم، يعني في وسط الملعب لو ما ركزتش في وسط الملعب في التمريره، مش عايزين سرحان، عايزين تركيز، عايزين تمرير، عايزين استحواذ، عايزين ثقه، عايزين هدوء. كل الحاجات دي مهمه جدا، خاصه قدام وسط الملعب بتاع الوداد اللي هو ممتاز في الضغط. لكن ال 4-1-4-1 بتعمل له مشاكل، تعالى افرجك عليها في الزون 14. بص يا كريم، ده اللي انا بقول لك عليه بقى، ده برضو الصوره من ماتش الذهاب. بص ماتش، لا ده ماتش بقى في مرحله دور المجموعات، لما كانوا الاثنين مع بعض في دور المجموعات. بص المساحه الموجوده في يحيى جبران، دايما بيبقى لوحده. بس معلش يا ثابت، ده ماتش في انجولا ولا في انجولا؟ في انجولا. بس ده انت بتتكلم ان انت الزون 14، بص منطقه اللي هي اللي في ورا يحيى جبران، انت هنا لازم اعتقد ان التفكير مشكله انصاف المساحات، الهاف سبيس. دايما الوداد المغربي مشكلته، انا بحلله على طول، مشكلته في الهاف سبيس، المساحات اللي هي ما بين الخطوط، اللي هي سواء في الزون 14 او بين الخطوط. يعني المفروض ان الماتشات اللي هتلعب في انجولا وبالتالي او في ارض الخصم او في ارض المنافس، العقليه مختلفه، لازم تبقى العقليه مختلفه. يعني لازم تبقى بس دي نهائيات. طب اكمل بس، دي نقطه مهمه. لا دي هات الحاله اللي بعدها. اسمع دي كابتن، دي عايز اقول لك ماشي، بس دي نهائيات يا كابتن اسلام، كمل. صح، دي نهائيات، يعني ده اعتقد ان المدرب هيضيق المساحات. هات بس الصوره اللي بعدها، نفس المشكله هوريها لك في ملعب محمد الخامس. هو احمد حافظ عايز يقول حاجه فهيقولها. ماشي، لا اتفضل يا كابتن. لا قول خلاص، مش عايز اقول حاجه. ده دي مشكله الزون 14 اهي، ادي انصاف المساحات اهي، الهاف سبيس. شايف؟ ادي المساحه ما بين المساك والباك،
ده برضه في ملعب انجولا. يا انجولا اه كمل، ودي برضه هنا المساك اتقدم عشان يضغط والمساحه أيوه. فضت في ظهره أيوه. فانت هنا طول ما انت اللاعب بتاعتك الاجنحه بتاعتك بتخش لجوه وبتستلم في انصاف المساحات انت هتعمل لهم مشاكل أيوه. كبيره ان شاء الله في الحته دي. تمام. هوريك بقى حته محمد الخامس، كمل الصوره اللي بعدها. الميزه قبل بس ما تكمل هنا كيف. الميزه في الستوبرز بتوع الوداد ان هم مش بطاء. صح صح اه يعني صح. معظم الفرق اللي كان بيلعبها النادي الاهلي في المكان ده كانت المشكله بتبقى في الاثنين الاستوبر، بيبقوا دايما عندهم مشكله في الترن في اي حاجه في البطء عموما، لكن انا بشوف ان الاثنين دول من افضل الاثنين الاستوبر اللي موجودين في الـ في الـ في البطوله بس يعني. واحسن بطوله بالذات اشرف داري، احسن بطوله رجاء اشرف داري تحديدا. اشرف داري لعيب كويس قوي. كم ادي الصوره، لا هات اللي هي المشاكل انصاف المساحات، في صوره في الاخر اللي هي في محمد الخامس هتلاقي هنا في مشاكل التسديدات. ثانيه واحده اهي، بص ده ملعب الوداد اهو في المباراه. بص بقى هو دي مشكلتين عند الوداد هنا، ده في الماتش بتاع في الماتش الاخير اه. معلش برضو هنا لا هات معلش ارجع الصوره اللي قبلها معلش، مهم قوي ده ملعب محمد الخامس اهو. ارجع الصوره اللي قبلها كده، انت هنا بتقول ان المديرين بيعملوا اتنين استريتش الاستريتش للملعب ايوه. الجناح بص يا كابتن اسلام، الجناح بتاع فريق بترو اتلتيكو واقف يعني سبحان الله، واقف جنب اللاين مان، وقفه جنب اللاين مان، وبالتالي هنا هنلاقي ان الوداد كان مجبر ان هو يرجع الجناح بتاعه عشان يعمل ما يشبه مثلا لو رسمنا اللاين ده. عايز اقول لك حاجه، اتفضل يا كابتن اسلام. انا بشوف ان ده بالنسبه للباك اسهل. نعم بالنسبه للباك أيوه. اسهل في الباك الدفاعي ولا الهجومي؟ الدفاع الدفاع بس حتى لو قدامي اتنين، بص فضل. طول ما الاتنين قدام عينك انا يعني بشوفها كده، الاتنين لما يبقوا قدام عينك افضل ما يبقى حد جوه وبيهرب منك يعني. اللي هو يحيى عطية الله، حضرتك قصدك على يحيى عطية الله اللي هو الظهير ايسر الوداد المغربي. الظهير الايسر انا مش بتكلم على كده، بتكلم على ان فريق بترو اتلتيكو كان فاتح، لو الاهلي فتح كده فانا بالنسبه لي كباك يمين او شمال لما الاقي الاثنين لعيبه قدام عيني كده حتى لو فتح في الاخر مش هتفرق معايا، خليه انا شايفه حتى يعني. انا كباك ببقى عامل ازاي؟ انا كباك كره وهي جايه لي، لو الكره جايه من الناحيه الثانيه ببقى باص كده، بس عينيا بتبقى لمحه اللي هنا انا شايف حتى لو بعيد. نعم وجهه النظر بتاعتي انا ان هو لو قريب هيبقى اخطر. لو قريب هيبقى اخطر لانه ممكن يسرقني من جوه، ممكن يسرقني من بره، لكن البعيد ده خليه واقف بعيد. الا اذا كان هو عامل كمين للعيب ثاني 100%. هي دي بقى هو دي خبره هي دي الفكره. ما هي دي بقى الفكره، الا اذا هو كان عامل كمين للاعب ثاني يخش في المساحه دي. وعشان كده بص هتلاقي دايما ان الفريق بيدرك المدير الفني دايما كان بيديهم واحد يخش يزعج جوه الظهير. ما هو ده قصدي عليه، ده اللي قصدي ان هم عندهم هو ده اللي عملوا الصوره اللي قبل دي اللي هو الواحد اللي قطع من دايماً بره لجوه. دايما بص كمل الهدف بقى، ده يحيى جبران لوحده وكريم في وسط الملعب، فان هم عندهم مشكله في انصاف المساحات ما بين المساك والباك والتحرك ما بين الخطوط. بص بص الجناح بتاع بترو اتلتيكو لما استلم كمل العب الفيديو هتلاقي لما دخل جوه شاط. بص بص المساحه للشوط هنا بقى الصوره دي مهمه قوي قوي قوي، دي بتبين لك نقطه ضعف الوداد في حاجتين من وجهه نظري. اول حاجه انصاف المساحات والزون 14، والحاجه الثانيه نقطه الضعف في حراسه المرمى من وجهه نظري. معاك حق، لا متفق معاك. التسديدات متفق. من بره المنطقه السلاح مهم جدا للنادي الاهلي. متفق معاك. يعني انتوا عايزين تقولوا دلوقتي حارس المرمى فعلا مشكله، فريق قوي، فريق طبعا جيد، فريق قوي جدا. كل فريق في العالم احنا عملنا هنا النادي الاهلي نقاط الضعف بتاعت بايرن ميونخ. فبالتالي ده اللي اقصده، ايه ان كل فريق في العالم عنده نقاط قوه ونقاط ضعف. صح. فالصوره دي بتبين لك برضو هنا زيزو نفس الفكره. صح. فاكر جون زيزو في الوداد؟ أيوة صح. أيوة صح. برضو في المنطقه انصاف المساحات والتسديد، فالمشكلتين واضحين في الصوره دي. انصاف المساحات لازم اللعيبه في الفتره دي تتمرن على ضربات الجزاء لان المباراه قد تصل الى ركلات الترجيح. طب. الحاجه الثانيه لازم التسديدات من بره المنطقه. بص دي كره جت جون في الماتش الاخير من هنا اتلعبت ودخل الجون عدت وفلتت من الحارس. الحارس حارس خبره على فكره، التجناوتي بيقدم بطوله كويسه، ولكن انا شايف ان هو عنده مشكله في التسديدات لان انا متابعه من زمان، فعارف ان هو عنده مشكله في التسديدات. لكن نروح برضه يا ثابت نتكلم على نقاط قوه. طيب احنا قدامنا خمس دقائق بالظبط سريعا. نقاط قوه، واحده من نقاط القوه في نادي الوداد يا كابتن اسلام العرضيات. العرضيات لنادي الوداد طوال دوري ابطال افريقيا ده ما يشتهر بيه كل شمال افريقيا بالظبط. الكرات العرضيه والكرات بس عندهم
كويسين يحيى عطيه الله وايوب العملوق. يحيى عطيه الله وعلمود بصراحه الاثنين ممتازين جدا في الاوفرات بتاعت يحيى. بسم الله ما شاء الله ممتاز. بيلعب كل الضربات الركنيه والثابته ممتازه. وايه لمسه قويه جدا يعني في واحد ممكن والله يعمل والله يعني كان نفسي فعلا ياخد الانذار الثاني ويطرد والله بجد كانت هتفرق كتير والله الامانه كلها تفرق تفرق لانه تفرق جدا معاك الاوفر اللي بيعمله. انا بقول لك يعني الاوفر اللي بيتعمل ده من يحيى عطيه الله يحيى اوفر لو يعني اللمسه فيه بجول صح لو تحط راسك بس صح صح تحط راسك بس. ومبنزة فعلا رغم ان انا بشوف ساعات مبنزة فعلا لعيب مهاجم هجام ويعني ما عندوش مهارات اساسيه لكره القدم هو عايز كده بس لكن بالظبط العرضيات اللي بتاعت نادي الوداد فادته كتير قوي قوي السنه دي وكمان الضربات الركنيه اللي كان منها هدف التعادل اللي ممكن برده ثابت شرحونا بسرعه في تعالى الضربات الركنيه على فكره الوداد معايا احصائيه بتقول ان هو مسجل 20 هدف في 10 ماتشات اوكي منهم اربع ضربات ركنيه وثلاث ضربات ثابته واثنين ضربه جزاء لما تجمعهم تلاقي 9 اهداف من ال 20 ضربات ثابته. اذا مهم جدا 45% الضربات الركنيه الوداد نص خطورته في الضربات الركنيه صحيح. تعال بص اتفرج على الضربه الركنيه الضربات الركنيه الضربات الركنيه بص ده المدافع امين فرحان واقف ورا اهو مش ممسوك قدام بيترو اتليكو واقف فاضي بعد كده هيتحرك على القريبه اذا لازم بيتسو موسيماني في الفتره دي اعتقد ان هو بيعمل محاضرات عن الضربات الركنيه مهم جدا اسلوب التكتيك هنا الدفاعي بص اهداف انت عمال بتذيع في اهداف كتيره بص هي عندهم لعبتين يا اما المدافع بيبقى واقف لورا وبيتقدم يا اما بتتلعب على قوس او دايره منطقه الجزاء في العمق بص هنا ابو جبل هدف الوداد في الزمالك ابو جبل طلع غلط اتلعبت على طول مفيش مجال للهزار في الضربات الركنيه صحيح. مهم جدا الضربات الركنيه ودايما عيننا مع اللاعب اللي بيروح يقف عند نقطه الجزاء او عند الخط بص الضربات الركنيه ارجع كده ارجع ثانيه واحده ارجع للعبه اللي قبلها بس الضربه الركنيه اللي قبلها برده هتلاقي كل الضربات اهي اتلعبت فين عند النص في العمق عند دايره منطقه الجزاء اللي هي اللعبه اللي بتلعب منها الدايره بتاعه منطقه الجزاء نفس الفكره فانت هنا مهم جدا التركيز في الضربات الركنيه صحيح. ازاي بيتسو موسيماني هيتعامل مع الضربات الركنيه بتاعه الوداد لان هم هيحاولوا يخطفوا هدف بدري ويستحقوا ويستغلوا الحماس الجماهيري الموجود ويحاولوا ان هم يجيبوا جون من ضربه ركنيه ويقفلوا صحيح. ده خلي بالك اللي انت بتتكلم فيه ده طريقه اللعب اللي انت بتتكلم فيه دي يعني تتناسب تماما مع الحماس الجماهيري طبعا يعني اللي هو ايه كره تلعب واضرب ودماغك وجون والله فعلا عشان كده كنت كلمت من اسبوعين مع حضرتك هنا على ايه على الكور اللي هي الناس اللي بتلم الكوره من بره في الملعب الناس دي مهم جدا ان لازم تكون محايده ما يكونش احنا هننتظر الاتحاد الافريقي هيقول ايه لانه خلاص بكره او بعده بالكثير يجب أن يظهر كل ما سيحدث في هذه المباراة الأهمة جدا أهم مباراة في القارة الأفريقية هذا الموسم بعد أمم أفريقيا هي المباراة والعالم كله هيتفرج عليها العالم كله هيتفرج عليك خلاص كم الهاشتاجز اللي طلع باللغة الإنجليزية بصراحة وتفاعل العالم كله جمهور الأهلي عظيم هيخلي عظيم. بصراحة الناس يعني أعتقد أن العالم كله هيتفرج يوم 28 على فاينل ليفربول وريال مدريد ويوم 30 العالم كله هيتفرج على فاينل الأهلي والوداد معانا بس مقارنه ما بين رقميه بقى اخيره مقارنه ما بين بيرسي تاو وما بين زي المهاجم هنا والمهاجم هنا يا ريت لو نستعرضها عشان مقارنه مهمه جدا بيرسي تاو ارقامه ممتازه بص الناس يعني قدامنا الارقام اهو بيرسي تاو لعب 9 مشاركات ما بين زي لعب 10 الاثنين مسجلين 3 اهداف بالتساوي بيرسي تاو لعب اقل صناعه الاهداف بيرسي تاو صانع 5 اكتر لاعب صانع اهداف ما بين زي صنع جون واحد بس مش بتاعته أمان مش بتاعته بنز لا طبعا. يعني بنزيما مش لا لا هو كستايل بروفايل مهاجم نجيبها بس هنا هو كبروفايل هو مهاجم محطه لكن بيرسي تاو مهاجم ايه وهمي بينزل بص صناعه الفرص يا كريم 15 طبعا مقابل طبيعي. 6 طبيعي. محاولات على المرمى بقى هتلاقي ماشي ما هو بس تعالى هوريك حاجه مهمه جدا فضل. بيرسي تاو 20 محاوله مقابل ما بينزا 26 صح تعالى شوف الصحيحه كام بيرسي تاو من 20 محاولة 10 يعني نسبة نجاحه 50% الفينش بتاعه كويس رغم ان الانتقادات اللي بيتعرض ليها طبعاً الا طبعاً ان الفينش بتاعه افضل من ما بينزا 9 نسبة دقة محاولاته 34.6 المراوغات بيرسي تاو احرف 11 مراوغة ما بينزا 5 الالتحامات الهوائية طبعا ما بينزا بيتفوق لان هو بروفايل لكن بيرسي تاو بيلعب على الارض اهدار الفرص المحققة 4 مقابل دي نقطة اللي هي الحاجات اللي كان بيمر في فترة عدم توفيق بيرسي تاو ضيع فيها 4 فرص مقابل ما بينزا ضيع فرصة واحدة بكده يعني حاولنا نفصص لحضراتكم فريق الوداد فريق جيد فريق محترم وصل لنهاية أفريقيا في السنوات الأخيرة كذا مرة الحقيقة وبالتالي أنت بتلعب واحد من أهم وأكبر وأقوى الفرق في البطولة الأفريقية ك
كيف سيلعب النادي الاهلي والامور هتمشي ازاي، ده بقى اللي هنشوفه مع حضراتكم خلال الفتره القادمه. انا بشكركم شكرا جزيلا كريم سعيد واحمد سابق. شكرا كابتن اسلام، ان شاء الله نلتقي قريبا ونكون يا رب نكون بعد المباراه مبسوطين ان شاء الله. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، ان شاء الله نلتقي مع حضراتكم بكره وحلقه جديده من البيت الكبير.